اكيد الكل بيعرف جي تي اي. جي تي اي لعبه بالبدايه نزلت عاديه بتروح بتسرق سيارات ومن هذا الكلام، بالاخر تطورت وصلنا هلا لجي تي اي 5. جي تي اي 5 فتحوا فيها سيرفرات، السيرفرات هاي انت بتقدر تدخل وتلعب زي كانك حياه واقعيه، هو اسمها السيرفرات حتى يعني الحياه الواقعيه، وهناك بيكون انت عندك شغل، بيكون عندك بيت، زي كانه يعني عن جد انت بالحياه الواقعيه، وفي كمان هناك شرطه، في هناك اسعاف ومن هذا الكلام، وفي ناس بيدخلوا هاي السيرفرات وبيحاولوا يكونوا جد يعني انه هم شرطة هناك ولا انه من الاسعاف او من هذا الكلام، وعشان يدخلوا بالشرطة شوفوا شو لازم يسووا. اقسم بالله العظيم وعلى كتابه الكريم ان اكون مخلصا لله تعالى ثم لقطاع اللواء نايف بفريق امن جراند فايف، وان اكون مطيعا لأوامر التي تصدر من رؤسائي في خير ومعصية، وان لا اخرج سوى من السوار هذا. بسم الله العظيم وعلى الكتاب الكريم أن أكون مخلص الله تعالى ثم أقطع اللواء نايف وفريق أمن جراند 5 وأنا أقسم بالله العظيم وعلى الكتاب الكريم أن أكون مخلصا لله تعالى ثم أقطع اللواء. أقسم بالله العظيم على كتابه الكريم أن أكون مخلصا لله تعالى ثم لقطاع اللواء نايف بفريق أمن جراند 5 وأنا أكون مطيعا للأوامر التي. كل هذا بس عشان يلعبوا جوا جي تي اي، يكونوا شرطة جوا جي تي اي، بيعطوهم زي ما انتم شايفين انهم يقسموا، والناس جد بيقسموا عشان يكونوا شرطة جوا جي تي اي. هو في منهم بياخدوا فلوس على هاي الاشياء، في ناس بتطلع كتير فلوس من هاي الشغلة، هدول ما اتوقع بيطلعوا اي اشي، هدول بس هيك داخلين عشان يستمتعوا بهاي اللعبة ويكونوا شرطة جوا. والشرطة على فكرة جوا هاي الالعاب بتلاقيه يعني جد هو عايش الدور انه هو شرطي، بس يحكي معاك باللعبة زي كأنه هو جد شرطي وبيعصب وكل اشي يعني زي كأنه شرطي حقيقي. وفي شرطة مناح، في شرطة سيئين، في اسعاف، الاسعاف كمان بس يجيك بيقعد يعاملك زي كأنه هو جد مسعف، بيسألك شو عندك، شو الكسر اللي عندك. طبعا هاي الاشياء ما بتبين باللعبة، بس انت بدك تساير وتمشي معاهم وتقعد تحكي لهم انكسرت ايدي لانه وقعت. الجرائم كمان اللي بتصير هناك، اذا سويت جريمة بيجوا عندك بيحاسبوك بالقانون، في محكمة من هذا الكلام، اشياء غريبة. جي تي اي الحياة الواقعية، انا لعبتها مرة الصراحة ودخلت خربت ام الدنيا، اخر اشي ودوني على مركز الشرطة، بس رحت هناك صرت اسب الوزير وطردوني من السيرفر. في وزير كمان اللي ما بيعرف، في وزير باللعبة جوا اللعبة، في وزير، في حاكم، كل اشي موجود هناك، وانا سبيت الوزير فعشان هيك سفروني انه طلعوني من السيرفر، خلاص ممنوع تلعب معنا يا مازن، ما بصير. العبوا العاب، استمتعوا بالالعاب، بس مو توصلوا يا اخي لهي المرحلة قاعد بتقسم عشان تكون شرطي جوا لعبة، مش لهي الدرجة يا اخي توصل لهي المرحلة بالحياة انك تقعد تقسم عشان تصير شرطي جوا اللعبة. وبأي وقت ممكن يقلعوك عادي، بأي وقت انت خلص تتسكر هاي السيرفر وانت من كل عقلك داخل وقاعد بتقسم بجروب واتساب عشان تصير شرطي جوا هاي السيرفر. المهم هلا خلينا نروح على الفيديو اللي بعده. الفيديو اللي بعده هو لموديل ب 2003. انتوا بتعرفوا انه هلا في مودلز اللي هم بيسموهم البلس سايز، البلس سايز مودلز، بنات اسمان بيصيروا مودلز. طبعا هذا اشي جدا غلط، لانه الموديل شغلها جدا سهل، شغلها انها تكون نحيفة وتلبس هاي الأواعي تعرضها على الناس. بس هلأ بالزمن تاعنا بالغرب خلوا هذا الإشي عادي، بدهم يخلوا إنك تفكر عادي تكون سمين، فكيف قاعدين بيروجوا على هذا الإشي؟ بيخلوا حتى هدول الاسمان مودلز. بس زمان ب 2003 كان إشي غير تماما. تخيلوا إنه زمان ب 2003 هاي كانت تعتبر بلس سايز موديل. متخيلين انه هاي كانت تعتبر موديل سمينة ب 2003. هلا خلينا نورجيكم بعد 21 سنة شو تغير، كيف صارت البلس سايز موديل هلا هيك صار شكلها. هاي حرفيا هلا البلس سايز موديل. البلس سايز موديل زمان كانت وحدة شوي فيها شحوم، شوي بس فيها دهون، هلا صارت حرفيا بكل مكان فيها دهون، حتى عندانها في دهون، وهذا الاشي صار عادي، هذا الاشي لازم تحترمه. ممكن تخسر البراند تاعك مثلا لو انت عندك براند اواعي ومش حاطط بلس سايز موديل عندك عند الغرب، ما بصير يا اخي هيك، لا بدك تحط لنا وحده سمينه لانه مليان في عندنا يا اخي اجانب اسمان، فبدنا نشوف كيف الاواعي بتيجي على الاسمان. لو انت ما بتعمل اواعي للاسمان مشكله كبيره هاي كمان، ما بصير. شوفوا
السمنة اللي واصلتها الموديل هاي اللي ورجيتكم إياها تاعت 2024 هذا إشي جدا سيء، لأنه بهاي المرحلة أنت حرفيا ممكن تموت. أنا عارف أنه هذا الإشي أوكي خيار، أنت بتختار اللي بدك إياه، اختار شو ما بدك، أكيد هاي حياتك، بس هذا الإشي ممكن يخليك تموت. هذا الإشي مش منيح. لو أنت خلص مقتنع وعارف أنه هذا الإشي مش منيح وبدك تضلك هيك، بدك تضلك سمين، خليك مع نفسك سمين، بس لا تطلع تروج على هذا الاشي. لا تشجع الناس انه يصيروا زيك، وهم هذا اللي قاعدين بيحاولوا يسووه، عم بيحاولوا يورجوا الناس كيف انه عادي انت تكون سمين، عادي تكون عندك دهون بكل جسمك وتصير موديل. فالبنات بس يشوفوا هاي الموديل السمينة انه هيك كتير سمينة وعندها شغل وهياها صارت موديل، بيحكوا انا ما ضروري اتغير، خلص رح اضلني زي ما انا لانه هذا الاشي صار عادي. وهذا الهدف تاعهم، بدهم يخلوا الناس هناك يفكروا انه هذا الشيء عادي. انتوا بس شوفوا كيف الفرق ب 21 سنة، كيف تغير العالم لدرجة مش طبيعية. ب 2003 كانوا يعتبروا هاي سمينة وقاعدين بيحكوا لها كيف انك انت سمينة، انت بلس سايز موديل، وهذا الاشي طبعا زمان كان مو متقبلينه الناس انه واحدة زي هيك تكون موديل، لا لازم واحدة يكون جسمها كتير حلو، تكون كتير نحيفة عشان تصير موديل. وهلأ نحن ب 2024 بعد 21 سنة صاروا هدول يصيروا مودلز وعادي. المهم شفت فيديو كمان تاني مسويين لي عليه منشن هذا الفيديو، مش زي الفيديوهات التانية، هو هدول الفيديوهات اللي ورجيتكم إياها هلأ أنا شفتها، وهذا الفيديو أنتوا سويتوا لي عليه منشن. عادي صلي وابعا ما تشيء قال لي صلحي روح أبو أنت قبل بعد سنيس قالوا لك الله غفور رحيم. مكتوب بهذا الفيديو انه ابوها بسبها وهي بترد صلي وافعل ما تشاء. هي يمكن القانون اللي ماخذيته بالحياة انه اذا انت بتصلي خلاص بتقدر تسوي شو ما بدك، بتقدر تسوي اي معصية وعادي، ان الله غفور رحيم، لانه هي بنفسها حكت هذا الاشي. ضحى انا عن جد مش عارف شو قاعد بصير معها. كمان شفت بالتيك توك منشنيني على فيديوهات إلها كانيتا سوالها بلوك، وهي سوت قصة كبيرة على هذا الموضوع انه كانيتا تعمل لي بلوك يا الله، والفانز البنات الصغار او ماي جاد عملوا قصة كبيرة وصاروا يروحوا عند كانيتا ويحكوا له ليش بلكتها، ليش بلكتها، شير علي الفولو، شير علي الفولو على التيك توك. أنا شلتها كم شلع كانيتا جايز كانيتا إيز سوبريميت شو كانيتا شو بدك تقول لهم، شو الكلمة بدك تقوليها؟ سوبريمي أون فرونسي سوبريم، ما أنا تخلوط معاش نعرف نحكي فرونسي إنجلش. زي ما انتو شايفين يعني عاملة قصة كبيرة على هذا الموضوع انه شال عنها الفولو، وصارت دراما وانتشرت هاي الفيديوهات كتير. يا الله موضوع جدا كبير، أسوأ من انه يصير زلزال بالعالم. كانيتا شال الفولو عن ضحى، او ماي جاد، ما حدا كان متوقع هذا الشيء. الكل كان عارف انه هذا الشيء راح يصير. عادي جدا كانيتا يسحب عليك باي وقت، لانه كانيتا هدفه الوحيد من انه يكون معك ويطلع معك بهاي البثوث انه يجي متابعين، وحقق هذا الهدف، حققه بشكل يعني جدا جيد. عادي باي وقت يسحب عليك لانه خلاص اخذ اللي بده اياه، هذا الهدف تاعه، ما عامل هيك بس معاكي، عامل هيك مع كتير بنات. هذا الاشي اللي انا كنت احكي عليه من زمان من اول ما شفت كانيتا، لانه هو عامل هذا الاشي مع كتير بنات، اكيد راح يعمل نفس الاشي مع ضحى. في ناس مصدقين انه كانيتا راح يتزوج ضحى، كانيتا خلاص راح يكمل حياته مع ضحى. مستحيل هذا الاشي يصير، مستحيل. يعني حتى لو عمل هذا الاشي راح يكون السبب هو لاشي اكبر من هيك، لاشي يعني فاهمين علي او متابعين اشي زي هيك، لانه كانيتا اسباني ما بيعرف يحكي عربي ولا انجليزي، ضحى عربية ما بتعرف تحكي اسباني، فهدول الاثنين ما حينفعوا مع بعض، ما رح يعرفوا يتواصلوا مع بعض، فكيف انتم متوقعين انه جد يتزوجوا بعض؟ تخيلوا معاي يعني تفيق جنبه من النوم وتصير تحكيه بالترانزليتر بجوجل ترانزليت، لانه هم حاليا هلا بيحكوا مع بعض بهاي الطريقة. وضحى شفت لها فيديوهات مع كانيتا، وكانيتا حكى لها بالبث كلمة جدا جدا سيئة، انا انصدمت. Qué mierda le enseño, yo hago sapo. ¿Quién le enseñó a decir eso? ¡Oh!
أنا ما راح أسمعكم المسبة اللي حكاها، بس حكى يعني كلمة سيئة ما ضروري تسمعوها، بس يعني اثقوا فيني إنه الكلمة ما بقدر حتى أحطها عندي باليوتيوب لهي الدرجة سيئة. الكلمة اللي حكى لها إياها ما بنسكت لها أبدا، وضحى عادي يعني سكتت لهذا الموضوع ورجعت تطلع معه لأنه أجنبي، الأجانب عادي عندهم السب، فهذا الإشي يعني عادي خلص بسيطة، غلط غلطة بسيطة هاي عادي. لو واحد عربي هيك عمل معاها لضحى أقسم بالله العظيم ما بتسكت، بس لأنه أجنبي الأجانب خلص منعطيهم إحنا يعني زي الضوء أخضر عادي عادي، لأنك أنت أجنبي ما بتفهم كتير بهاي اللغة وعادي عندكم السب، فعادي تسبني باللايف قدام كل هاي الناس. اللي قاعد بصير مع ضحى إشي جدا غريب، أنا عن جد مش مستوعب ليه موصل لهاي المرحلة. ممكن ضحى اللي صاير معاها هو أنه صابها صدمة عاطفية مو طبيعية من بعد ما انفصلت مع زوجها، وعشان هيك صارت خلص تخبص بالسوشال ميديا وتفكر حالها أنه اللي قاعد بتعمله صح. ممكن مفكرة أنه أنا بس أعمل هيك هو حينقهر زوجي القديم. ما بعرف شو اللي عم بيصير معاها بالضبط، بس اللي قاعد بصير جدا سيء وجدا غلط. لازم حدا قريب على ضحى يحكي لها يفهمها كيف انه هذا اللي بتسويه جدا سيء. ممكن في كتير ناس حكولها هذا الاشي وهي لسه مو مستوعبة، ممكن الصدمة العاطفية اللي دخلت فيها خلتها توصل لهاي المرحلة انه انا بزي بدي انتقم، فعشان هيك قاعدة بتسوي هاي الاشياء هلأ بالانترنت. وعجبها طبعا انه عم بيجيها كتير دعم، عم بيجيها كتير دعم، يعني مو انه قاعد بنزل الدعم عندها، مو انه عم بيقول له متابعينها، لا عم بيزيد عندها المتابعين، البثوث عندها عم توصل لها يعني ارقام خياليه. فممكن هذا الاشي حفزها تكمل، فكرت انه هذا الشيء صح اللي انا قاعده بعمله، دام قاعد بيجيني كتير مشاهدات، بس كل اللي قاعد بشوفه غلط بغلط. حتى في فيديو تاني شفته يعني جدا سيء، هلا لما كتبت بحثت عن هذا الفيديو لقيت الفيديو التاني اللي هو قاعد بيحكي لها كمان كلام جدا سيء، وضحى صارت تضحك. كانت الدورة الشهرية في يوم آخر، فلا تقلقي في يوم آخر كين، هناك وقت آخر يمكننا الذهاب إليه يوم السبت. يوم السبت نو شو ردة فعل الإنسان الطبيعي على هيك إشي بيصير؟ هل أنا مكبر الموضوع؟ جد يا أخي اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهذا اللي قاعد بيصير؟ هل أنا مكبر الموضوع؟ في كمان يعني فيديوهات تانية لما كبرت الموضوع أكتر، لأنه كنيتها سوالها يعني أنفولو، كبرت هذا الموضوع وراحت تحكي مع واحد إسباني صاحب كنيتها وتقول له كيف أنه كنيتها عمل لي أنفولو. عندما أعطيته قراري ابتعد عني، تصور أنني أصبحت أحبه وأعطيته قرار لم يعجبه، سوف يفعل مثل ما فعل الشخص الماضي في حياتي، ابتعد ومسحني من كل الأماكن. هذا أبسط شيء يجعلني لا أكون معه لأنه لا يتناقش، يفعل يمسحك من كل الأماكن بدون نقاش. هو مو عجبها يعني أنه هو ما قاعد بتناقش معها، طبعا قاعدة بتحكي مع صاحب كنيتها بهاي اللهجة اللغة العربية، عشان بتحكي مع جوجل ترانزليت، وبعدين جوجل ترانزليت بيعمل ترانزليت للإسباني، لأنه هما الاثنين ما بيعرفوا يتواصلوا مع بعض، لهجاتهم مختلفة لغتهم مختلفة، وهيك بتحكي مع كنيتها. فعشان هيك يا أطفال يلي بيحضروها ومفكرين أنه هما جد رح يتزوجوا بعض، مستحيل هاي العلاقة تنجح حتى لو تزوجوا بعض. يعني شوفوا كيف الناس يلي موجودين بالتعليقات شو قاعدين بيكتبوا. قالت أصبحت أحبه، يا مان جاد باور فير جاد، ما تتزوجوا مستحيل، ما حيزبط، ما حيزبط الوضع أبدا. وكنيت أصلا ماضي جدا سيء، الماضي تاعه يعني إشي خلينا ساكتين الأشياء بتخوف، فأمين علي كتير بنات وكتير قصص يعني يمين يسار، فمستحيل تتزوج واحد زي هيك، مستحيل أصلا هو يرضى، لأنه بكل سهولة بيقدر يروح يتعرف على واحدة إسبانية ويكمل نفس أسلوب حياته ويتواصل معها بدون جوجل ترانزليت. وهذا الإشي اللي رح يختاره بالآخر لو خيروه بين ضحى ولا واحدة يقدر يتواصل معها إسبانية تقدر تحكي اللغة تاعته. اكتبوا لي أنتوا رأيكم بالتعليقات، احكوا لي شو رأيكم بهذا اللي قاعد بصير، ونشوفكم على خير، فمان الله.